نعود الى المشكل اللي عندك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع إخواننا المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. اليوم جيت كنحكي على المعاناة ديالي وعلى المشكل ديالي اللي لقيته مع السيدة اللي كنت متزوج بها ومازال متزوج بها واللي مازال تحت الرقبة ديالي. نعم سيدي. وهذا مسبات السيده 12 سنه تقريبا ديال الزواج، تقريبا 13 سنه. وعندي معها ثلاثه ديال الابناء، جوج ديال البنات اللي هما في العمر ديالهم، الكبيره في العمر ديالها قول واحد 8 سنين ونص، والصغيره هكا ديك 5 سنين، والولد هو الصغير العمر ديالو 3 سنوات. وهذا السنه اللي فاتت بعد ما رجعت اصلا انا من الجاليه المغربيه المقيمه بانجلترا. عشت من الناس ديال الجاليه؟ من الناس ديال الجاليه. السيده واش كانت عايشه؟ لا ما عايشاش، هي ديما هنايا والوليدات هنايا. نعم. وهذا ف يوم من الايام بلا ما نقول لها بلي انا جاي من انجلترا من المغرب، ونزلت اصلا في مطار الرباط سالا. واش ديرها لها مفاجاه زعما؟ جيتي ما خبرتيهاش؟ ما قلتيش لها؟ ما خبرتهاش لان كان عندي شكوك، وديك التصرفات ديالها تبدلات، والتليفونات كيتصلوا بالليل في عده مرات، وديما كتقول لي لا هذا بالغلط هذا بالغلط. فجيت ديك الخطره هذيك، فهمتي كيفاش؟ هكاك بلا ما نعلمها. واذا بي كندخل الدار، ملي كندخل الدار هذيك مع ديك الساعه قول 11 ديال الليل، بعد لان فاش كنزل المطار ديال هذا الرباط سالا، قول كنزلوا مع ديك 8 ونص، كتعرفوا التران وخصك تخرج الباكاج. كنوصل مع ديك 11، وصلت 11 الليل، كان نهار ديال السبت ويكاند. الويكاند كنلقاها هي بوحدي في الدار، وبنتي اللي هي اللي عمرها 5 سنوات، كنلقى منعسه الدريه في واحد الصاله على الارض، مفرشه على الارض، والبنت اللي كبيره والولد الاخر عند امها. وكان عند امها ما كاينش معاها في ديك الليله. لا ديك الدري واختو اللي كبيره، غير ديك الوسطانيه اللي صغيره مسكينه شي 4 سنين كان عندها هكاك، نعسه في الارض. فهمتي؟ مع الدخله كيف دخلت كنجبر الايباد، الايباد تما مبرونشي، وكنتصفح ديك الايباد مع الدخول. كنتصفح الايباد كنلقى ديك الصور اللي هي يعني اباحيه، صور اباحيه ديالها بوحدها ولا لا مع الراجل فوق الفراش. مع الراجل داخل بيت الزوجيه وفي وسط بيت النعاس وعلى الفراش ديال بيت النعاس. كيفاش كان ردة الفعل ديالك في ديك اللحظه؟ انا تصدمت. كاين اللي يقدر، الحمد لله انت راجل قوي وعطاك ربي واحد القوه، حيت كاين اللي يقدر يرتكب جريمه في هذيك اللحظه. بالضبط. ولكن ربي عطاك واحد القوه افضل من الله. الحمد لله. هذه واحد الحاجه، هذه بعد هذا الكلام هذا قالوا لي شحال ديال الناس، هذه هبه ربانيه ديال السلطه، قالوا لي مزيان اللي بقيتي قانوني، لان الحاجه اللي ما تستاهلش ارمي. تيحبك الله. الحمد لله الحمد لله. وهذا كاد ديك كيفاش ملي شفتي هذاك الشيء تصدمتي؟ تصدمت. بقيت كيفاش جيريتي راسك؟ ما بقيت كنشوف هكا، فاذا بها هي عرفتني انا كنشوف ذاك الصور ديال الايباد. شوفي عرفاش راه صافي، هي عارفه شنو دايره، هي عارفه شنو دايره، شنو التصاور اللي عندها تما. كيفاش كانت المعامله ديالك معاك؟ شي مهلي فيها ما خصهاش؟ اسيدي انا شي المجمع السكني دابا، انا كنهضر معك دابا في هذه الساعه هذه، فهمتي؟ السكنه ديالي هاي هنايا كاينه في كازا، فهمتي؟ وانا جالس في الفندق، وعليا مصاريف كثيره، فهمتي؟ لدرجه انني غنوصل واحد الوقت خصني نتشرد الى متى غادي نبقى انا كندفع في الاوطيل. دابا المشكل هذا عنده العام وزياده، وانا غنجيك الاسباب اللي ادت لهذا التطوال هذا الوقت هذا. شفت ديك الصور الخليعه يعني مع عده مختلف رجال. دابا هذه ماشي مع واحد. دابا هذه يمكن يعني تقول انها ماشي الخيانه. الخيانه ممكن تكون مع العشيق، مع واحد كتبغيه، نقولوا واحد كتبغيه. هذه وكر فتحاته وكر للدعاره
كاين بعض الناس سمحهم الله اللي عندهم مرض ديال الفساد. هذه وحدها منه واصلا عندهم الفلوس عندهم كل شيء ما تيفسدوش عقل الفلوس عندهم كل شيء موفر. اخي العزيز انا غنجيك ما عنداش اي سبب باش تمارس الدعر الا الطمع على الدنيا. بغات هي بغات تملك فهمتي الدار. وبالاشاره مؤخرا كنلقى كنضبط عليها انها شرات شقه بحي بمدينه رحمه اللي السعر ديال الشقق الاقتصاديه ب 25 مليون وعندي ما يثبت ذلك. وملي تسالي غنعطيك جميع انني ما اقول فهمتي بالدليل القاطع. من بعد ملي شفتي هذوك الصور وهي شافتك كتشوف كيفاش ديك الساعات نقزات عليا واحد التنقيزه شدات في الايباد جبدات ولي بالزربه دفعتني تلاحيت انا. دخلات هي الكوزينه وعندها مفتاح ديال باب الكوزينه على يدها. مع الدخله دخلت الكوزينه سدات علاش باش تسوبريمي لي فوطو بعد ما انا شفتهم فهمتي بالعين المجرده. ما عاودش لك شي واحد شي بحال اللي كنشوفك وهكا كنشوف داكشي واش فهمتيني كيفاش. دخلت مسحات مده نقولوا حنا واحد 40 دقيقه وانا كنقول لا راه ما تفتحش دابا غنعيط للبوليس هذه خدات وقتها. وهذه ديك الساعات عاد فتحت الباب خرجت عاد عطيني ديك الايباد فهمتي وكتحاول انها يعني تقول لي لا راه عيت تخيل لك ما تخيل لك. اشنو غادي تخيل لي بعد ما انا شفت؟ واش دابا انا بنادم حدايا هيدا كنشوفه يجي واحد وغيقول لي ان تخيل لك بنادم هذا بنادم واقف حداك واش فهمتيني كيفاش. على اي حال خرجت قالت لي هكاك جيت انا شديت ديك الايباد انا انا كنت متيقن فهمتي 100 مليون بالمئة ان صافي حصلت وكانت مرتبكه وهذا. ديك الساعه شديت انا داك الايباد وكاينه واحد الطابليط واحد اخر كذلك جوج ديال الاجهزه الالكترونيه اللي عندها فيهم بجوج بهم وعندها فيهم ديك الصور الخليعه فهمتي. انا كنقول لك فوق فراشي مع الراجل وحاشاك راه نقول لك واحد في وسط داري في بيت النعاس فوق فراشي واش فهمتي. لدرجه ان حتى العضو الذكري ديال السيد فوق منها واش فهمتيني كيفاش. ما يعني شي حاجه ما نقدرش زعما نقدر حتى نزيد نشرح فهمتي كيفاش التفاصيل انما راه كلشي كلشي باين واش فهمتي. بعد ما خرجت من الكوزينه قالت لي ودي راه تخيل لك ما تخيل لك. شديت انا الايباد خرجت من الباب ديال الدار فتحت الباب ديال العماره الطوموبيل كانت واقفه تما حدا الباب ديال العماره فتحت الطوموبيل غادي انا واقف غادي نحط داك الايباد هي تبعاني من اللور الله يرحم بك ياك ما هادي واش فهمتيني كيفاش. مازال هذا الوجه تلفق هكاك ديك الساعات ما قالت لك طلقني ما قالت لك شي حاجه ما قالت لا السيده خصها الزواج والفساد. السيده كدير المستقبل في علم انها لا تحتاج لي شيء. انا ولادي كنت كنقريهم انتوما هنا في كازا كتعرفوا مدرسه العش لوني من اغلى المدارس من المدارس العتيقه واش فهمتي على ولادي وعندي ما يدل على ذلك رواسب عندي رواسب واش فهمتيني كيفاش. عندي تصاور ديال ولادي كيفاش كانوا عايشين التصاور هما غيشرحوا لك. الشهريه كانوا واكلين شاربين اللباس ديالهم في مدرسه العش والناس تما فهمتي الحال ديالهم ميسور في ديك المدرسه. حيت السيده في الجوج شي باهي دابا خانت العشره وما عقلاتش على العشره وما عقلاتش لا على ولاد لا على كل شيء. حيت السيده ملي خديتيها واش كانت واحد الامراه صالحه ولا نهار خديتيها وكان عندك شكوك ولا حيت كاينين بعض النساء سامحهم الله تسلطوا صحاباتهم وبنت خالتها تبداو يخرجوا السهرات وداك الشيء تلقى راسها ولات واحد الطريق اللي ماشي من السهم ديالها. كيفاش هاد الزوجه ديالك كيفاش كانت في الاول؟ هذا مرأة صالحة واش هذا السؤال اللي كنت انا جاي لك لو فهمتي. السيده هذه نكرت الخير لانني انا نهار فاش تعرفت عليها هي ما كانتش هي شده الطريق هي اصلا كانت في هادشي ديال الدار فهمتي. وبعد ما تعرفت عليها بالا رجعتيها جامع وعملت لها الشان
اللي ما عمرها كانت حتى كانت كتقول في ديك هذه عمرني كانت كتقول حتى العائله وهذه عمرني ما كنت كنتخيل انني نتزوج براجل فحالو فهمتي حيت هي عرفت شنو هي دوزت وعندي ما يدل على ذلك في الاوديوات ما تقدرش تنكر انها كانت كتمارس الظاهره سترتيها سترتها كنقولوا حنا ديك شحال من زباله ولات جامع ولا شحال من هذه راه ديك الهضره ما كايناش راه ما كايناش اللي انا سولت بزاف ديال الناس اللي هما يعني الناس فهمتي اهل الذكر اهل الذكر قالوا لي راه شي هاد الهضره هذه راه كتبقى زنقاويه هذه ابار هضره تبقى زنقاويه حنا ما غاديش ندخلوا في هذا قدر قدر ديال الله تصرف هاد السيده هذه واش ما بانش لك يقدر يكون عندها شي مرض مرض انا 12 سنه انا عايش معاها ما شفتش انا المرض الا شي مرض هو عندها في المعتقد ديالها ان الدعاره غتجيب لها فلوس وطلعوت هذه وهي اصلا النهار فاش حصلات بعد ما وقفت انا غادي ندخل الايباد ديالي الكفر ديال الطوموبيل فهمتي قلت لها شوف شي هذيك الهضره اللي كتقول لي تخيل لي قلت لها راه فهمتي هذه يقولها شي واحد اخر انا اللي شفته راه شفته على اي حال قلت لها هذا الايباد وهذا الطابليت غنديهم للشرطه العلميه هي ما كانتش كتظن ان الموضوع غادي نوصلو حتى للشرطه العلميه والتقنيه الشرطه العلميه والتقنيه غادي لي جابد ولا دايره كيتجبد كلشي غير كيبيري وتصاور لي شمس كلشي كيتجبد حتى حاجه ما كتمسح واش فهمتيني كيفاش تما في لحد الان بقى مورطه هي لحد الان حنا دابا في الموضوع زهر الموضوع وخمس حشوم باقي معاك الحق باقه مورطه وانا عارف ان لان انا اتخذت الاجراءات اللازمه باش حتى اذا وقع شي شطط من بعد بدلت جميع الاجراءات اللازمه باش ما بقاش شي مساومات هادشي فيا ديال الو فلان بعطيوك الفلوس بعد بدا عندي اوديوات من هنا عندي اوديوات كتعترف الله يرحم باك ياك ما تادينيش على ود الوليدات ياك ما تادينيش واش باغيني ندخل للحبس ياك اذا انت بريئه كيفاش غادي تقول لي هذا الكلام هذا وقلت لها واش قلت لها ياك 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 مارستي الدعاره وسط داري ايه ولا لا كتقول لي ما نقدرش نقول لك واش باغيني ندخل للحبس واش باغيني هذا الله يرحم باك ياك خليني بيني وبينك دابا خليني انا كنشجله وهي ما عرفهاش كنشجله ولكن واخا هكا كانوا عندها شكوك انني كنشجله واش فهمتي كيفاش وبطبيعه الحال هي عارفه راسها انها متورطه انها متورطه فعملت معايا اتصالات كثيره فهمتي هذا دلع كمل الله يرحم باك ما تادينيش اذا باش انا غنأديك واش انا فاش خديت الطابليت والايباد واش هذيك ايديا واش هذيك ايديا سبحان الله العظيم جاي من اوروبا جاي باش دير واحد المفاجاه باش تشوف الوليدات ديالك مع ان كان عندك شكوك اييه وجيتي اييه ودخلتي على هذا المشكل وشفتي هذا الشيء شفت وربي قواك وتحكمتي في راسك ولحد الان باقي غادي قانوني نعم هذه القصه ديالك اليوم ما غاتكونش هذا الفيديو ما غايكونش للفرجه غيكون للعبره بطبيعه الحال لان راه ما كاينين بعض النساء سمحهم الله اللي ما فيهمش الخير وهذه السيده راه من هذا النوع والله الذي من بعد سيدنا ما تقدرش تنكر الى هزيتها من الزنقه وحسنت ليها ولبستها ودرت لها الشان حتى في المجمع السكني لدرجه كانوا كيجيو تما الجيران كيدخلوا الشقه وكيقولوا له دارك احسن دار مصلوحه هنا دخلنا لها ودابا كيفاش انت دابا ساكن في الفندق حنا جينا تصوروا معك في الفندق حاليا والمنزل ديالك باقي فيه هو باقي فيه هي ما دابا هي كيف ما قالت بعض الناس اللي يوصلوا لي كتقول لهم انا على الزكار علاش هي عندها كتقول على زكار لان هي النهار فاش طاحت وعرفت انني صافي شديت حطيت الايباد والطابليت في الكفر الطوموبيل سديت عليه ديك الساعه حتى الجاره ديالنا اللي اون فاس وجيران وحدين اخرين والعساس شافوا فهمتي كيفاش لا يا ربي قبل ما نسد على الايباد والطابليت في ديك الوقت اللي قلت لها الشرطه العلميه التقنيه نقزت عليا مره ثانيه في الزنقه بغات تحيد لي وطحنا انا وياها على الارض السيده لابسه الجلابه والسمنيه طاحت معايا على الارض انا كنجبد وهي كتجبد واحد شويه هكا وهي تردخ الايباد مع الارض هرست له ليكرون ديالو ديك الزجاجه
واخا يشهرس داك الشيء هذا واخا تهرست لا بقى كيخدم بقى كيخدم حصل حد ديك واحد المصيبه والناس كتفرج الجيران حتى السيده خرجات بالليل مع سيدي نقول لك 12 ونص وحده د الليل خرجات العس كتقول لا مالك اخيتي كدير هكا يا كاين انت ما دايره والو علاش 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 دايره تشوها الا ما دايره والو كتقول لا دابا انت الا ما دايره والو راه كتزيد تحط على راسك الشوها يا كاين ما كاين والو عطيه له شنو هو المشكل سولك ما كانش خطا ديال الانسان يكون متزوج يكون بعيد على البيت الزوجين واحد المده كثيره انا سيدي خطا ماشي من الاخطاء انا سيدي راه ما كنتش كنتاخر عليها ماشي زعما كنجي عليها من العام راه انا فهمتي كيفاش شهر ونص كنكون معاه هنا ها ماشي من دابا ماشي ماشي العام ماشي في العامين ولا عام ولا 6 شهور شهر ونص شهرين شهر ونص شوف ما تسولنيش انا سول الجيران ديالي غادي يجي انا انا كنقول لك ما تسولنيش فهمتي ممكن تقدر تقول كنكذب سول الجيران ديالي سول موالي الحمام سول موالي الحوانات اللي كاينه تما كيعرفوني مزيان الميلف دابا فين وصل في القاعده الميلف مطموس مطموس ومتكين عليه لانها واش عندها نفوذ عندها نفوذ وصرحت لي نعم سيدي وانا الشكايه اصلا اللي وضع هنا وصريحوا بهذا ان السيده ملي حصلت شي بعد ما تمكنت ودخلت ديك الايباد هذه خرجوا جيران دخلونا الدار نعلو الشيطان راه الناس كتفرج فيكم هذه ما هذه دخلوا عند الدار نهضروا هذه ما هذا دخلنا هضرنا ديك الساعات هذه خرجنا انا خدمت عقلي قلت دابا واحد الحاجه الوسخ حاشك الوسخ بنادم اللي كتشوفو احسن حاجه هو تجنبو ماشي تدخل فيه واش فهمتي داكشي اللي عملت ما نحن على حدنا فهمتي كيفاش ياك الحمد لله في اعتقادي انا نحن في دوله الحق والقانون الحق والقانون فهمتي علاش مشيت قانوني فهمتي كيف فاش دخلنا مشاو داك الجيران وهي طاحت على السداري جالسه واشهد الله على ما اقول وانا هاد الشيء هذا كامل كنعملو علاش على قبل ولادي باش نحيدو من ديك الوساخه لان السيده كانت كتمارس الدعاره وسط داري والوليدات ديالي موجودين في حضور هذا ديال الاولاد الصغار علاش كدير هكاك باش انا لا اتصلت بها كدير لي الفيديو في الواتساب زعما ها هما الوليدات واش فهمتيني كيفاش وحتى على الجيران ديال العماره باش حتى الولد قال تبقى زعما كاين راها الوليدات انا معايا يستحيل انت غادي تقول باللي السيده كتمارس الدعاره في الدار والوليدات معاها فهمتي هادي واحد الخطه شيطانيه وفي العديد من الاوقات كانت كتتصل بيا كتبغي تدير معايا الفيديو كنكون مثلا تما كتبغي دير معايا الفيديو حتى في 11 و 12 الليل واش فهمتي عادك عرفت بعادك عرفت ان علاش حيت هي كتعرفني انا كيف ما قلت لك دابا عاد كنجي بزاف وفهمتي وبزاف تشوفك واش كيتشوف وبزاف ديال الاوقات كنجي بلا ما نعلم يعني في مهدده هي يعني هي مهدده في اي وقت الا كانت تجمارس في الدار اذا خارج الدار هضره اخرى اذا لا خارج الدار كذلك انا لقيت لا هذا شي صديقه السوء اعترفت لي انا جايك انا جايك فاش خرجوا داك الجيران بعد ما شافوا ديك الحيحه وشافوها راسات والعساس بيدو كان تما بالليل فهمتي قال لي شي هاد تهرس قال لي سي بلا ما نذكر الاسم ديالي قال لي شي هاد الشيء هذا اللي وقع انها طاحت معك الارض وهرست حتى وحنا كنشوفوا قال لي هذا داير سي هذا قال لي دابا فهمتي على بغيتي تشوف على الوليدات لله في سبيل الله اما الموضوع راه هو كاينه صافي اصدقاء السوق كيفاش دخلنا تما ديك الساعه الدار مشاو الجيران ديك الساعات صافي عرفت راسها ان الاجهزه في يدي وقلت لها غادي نقدموا في الشرطه العلميه والتقنيه طاحت الارض ماشي الارض السداري ياك 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 انا غادي نقول انا سميتي هذا خالد هي هكا خالد هيدا شوفوا عمقها كيتمايل وكدر واش ياك ياك خالد ياك ما تفضحنيش عندي الوليدات ما تفضحنيش الله يعطيك الستر هادي هكا كتقول لي انا للزوج صافي عرفت راسها انني نكبر الموضوع دموع التماسيح تمساحه شيطانه ما قالش لك شي صديق اشو باللي زيد تما بالضبط تما قالت لي انا راه تعرفت انا شي بنات زيوني تعرفت على شي بنات واللي
فهمتي واللي هما وصلوها عرفوها على قوادات حاشاكم انتم والمغاربه كيعرفوا هذا الشيء هذا او كرك وشوف ولاو هذيك القوادات شي عيطوا شي عيطوا بيناتهم قالوا جيتي جهادي الزبائن كيصيفطوا الزبائن اعترفها انا كنتاكد من البدايه ديال الفيديو بان تيكونوا النوع اللي تيخرجوا على العيال انا فهمتك على داكشي السؤال ديالك سبق التصريح ديالي واش فهمتيني كيفاش حسيت بك لان هذه واحد الحاجه دابا المغاربه راه كل الظاهره ولات ظاهره تلقاو تضربوا الشمس بالغربه صافي ولات ظاهره وعيد واحد اسمرتو واللي يخلي دارت صحابات لما كانوا صديقات الله يرحم لك الوالدين اللي كان ما كانوش مهديات مع عبد الله كانوا خارجين الطريق يخرجوها الله يرحم باك واش فهمتي السيده ولات انها تعرفت على بنات واللي عرفوها على 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 قوادات والقوادات هما كتعرفوا انهم كيصيفطوا حفظك الله من السحور ومن الشعوذة لا دخلت واحد الخطره وكان جبرت تما غالبوطه جيت عاب الزربه والبوطه بداك الكتابات والحريق وما نعرف شنو وقال لك ما نعرف قال لك البخور اين بخور هذاك داكشي اللي كيسميوه هاد الخروق وديال هادي واحد مصيبه واحد المصيبه اقسم لك يمينا واشهد الله على ما اقول ولا كنت كنكذب شوف انا هادشي هذا كامل عملوا على ود ولادي باغي نحيدهم باغي اسقاط نقيين لانني كنت كنقريهم في احسن مدارس وعطيهم احسن تربيه شنو كان عرفتي هاد السيده والله كون عرفتيها حشمتو غتشوف اقسم بالله تتسمح لها وتخلي وليداتك يعيشوا في هذاك ما نحرمهمش انا ولادي راهما هما عيني انا ولادي كنعاملوهم فحال واحد الطفل كامل يوقع وما داخلك الشكوك وليداتك تهزوا ما يمكنش انا ولادي القلب ديالك يحسبك ولادي ما يمكنش نغيرهم عرفتي علاش وما يمكنش هي عارفه كنت كنعاملها مزيان لدرجه ان حتى الطوموبيل مازال غتندب هي هي دابا ندمه انا ما غتعوضنيش الجيران كيقول بالشهاده كيقولوا لها هشام هذا خالد قال هذا راه هاد السيده راه ما غاداش تقدر تعوضك راه ضيعت راسها فهمتيني راه ضيعت راسها صافي الملف دابا واش تعطي فلوس وطب سهل وفود كيفاش شي الملف نعم سيدي هذا هما بعد ما دخلت بعد ما جلست في الدار واعترفت لي انها كتعرف حتى البوليس وواحد المحامي مصاحبه معاه لان العاهرات دائما حكات لي بنفسها دائما كتبغي شي رجل ديال السلطه باش يحميها هذا في العباله هذا في البوليس هذا في الجندار في الجندار رئيس الدائره المحامي حتى ان هذه ظاهره ديال المفتي حتى الناس مسؤولين كبار في المحكمه فهمتي مقابل باش يجيو عندهم يستمتعوا فيهم وقت ما بغاو فهمتي شوف الناس ديال السلطه كيف يستخدمون ويستعملون السلطه فهمتي لا بعض منهم بعض المفسدين وانا ملي تعاملت معاهم شفت هناك ضباط شرطه والله العظيم الا تعاطفوا معايا وبقى فيهم الحال الرقم ديال الملف ديالي ها هو هنايا واش بغيتي نوجه النداء للنيابه العامه باش تفعل انا اصلا جيت لهنا باش نوجه النداء ماشي غير النيابه العامه كنوجه نداء للسيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني واللي هو المغاربه كلهم لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن كيعترفوا بالنزاهه ديالو وبالصرامه ديالو فهمتي وهذا لا يمكن لاحد ان ينكره فهمتي واللي قال غير هذا الكلام هذا فهو احنا لا نهتم بديك الخونه خاوانا راه معروفين على رؤوس الاصابع فهمتي وتفضحوا اصلا فهمتي كيفاش ولكن انا غنجيك لهاد المساله هذه انا درست شكايه المديريه العامه للامن الوطني واللي هي ها هي اول شكايه درت ثلاثه شكايات ها هي نعم سيدي ها هي هادو شكايات المديريه العامه للامن الوطني ها هو عندي الملف الشكايه الاولى والشكايه هذه الشكايه الاولى اللي درتها في 2020 في 24 فيفري 2020 الى السيد المحترم المدير العام للامن الوطني طلب مقابله مستعجله موجهه من طرف السفاره البريطانيه بالرباط
علاش هنايا السفاره كنذكر لك السفاره البريطانيه في الرباط؟ لان السيده عند النفوذ عند علاقات لانني انا ملي مشيت هذا مشيت اصلا واحد الدائره بلا ما نذكر الاسم باش ما يقولكش حقا جن هنا يشهر ولا هادي شي ديك الالاعيب مشكل باغي هذوك الالاعيب ما بقاوش كيخدموا ديك ديال التشهير ولا ديال شنو اسمها ديال الاهانه ولا هادي انا هنايا كان احكي المشكل ديالي اللي لقيته اللي عانيت هنا مع دائره ديال الامن هنايا وبلا ما نذكر الرئيس ديالها وراها هي الشكايه هنايا اللي وجهتها للمدير العام للامن الوطني فهمتي ذكرت له هذا الدائره وذكرت له كل شيء وانا كنشكر من هذا المنبر هذا واللي فاجئني بكوني من الجاليه المغربيه في بريطانيا اداره العمل للامن الوطني وفهمتي وكنقدم لها الشكر الجزيل انها اتصلت بيا في اقل من اسبوع جاوبوك باش تشوفوا انا كنقول للمغاربه من هنا اللي كيهضر على المديريه العامه للامن الوطني واللي كيهضر على السيد عبد اللطيف الحموشي او المؤسسه ديالو فانا كنقول له انكم انتم غالطين والدليل انا كنقوله من هنا ها هي اول شكايه وجهت له اقسم بالله العلي العظيم فهمتي اذا في اقل من اسبوع كنظن في 5 ايام ولا وما كنتش حتى في كازا هنا كنت في مدينه واحده اخرى يعني نذكر السميه هذا فضل فهمتيني وشوف وعبر الهاتف السلام عليكم وعليكم السلام واش السي فلان هذا قلت له نعم سيدي قالوا لي معك هنايا الولايه ديال الامن ولايه الامن ديال الدار البيضاء هذه ما فيها شي حاجه انا عارف الحدود ديال الكلام ديالي فهمتي كيفاش باش ديك المساله ديال التشهير وهذه خليها في شي بلاصه واحده اخرى كيبغيو يشدوا بنادم باش ما يهضرش قال لك حقا ما كيشوفوش ديك الاجرام كامل لا كيشوف هذه الكلمه لا هذيك ما عندناش حنا كيف ما حاولت دير الاسبانيا مع المغرب المشكل راه هو باين فينا هو حنا لا قال لك لا حقا راه ديك المهاجرين القصار ولا ما نعرف هذه وعلى اي حال هي الهجره الغير الشرعيه في العالم موجوده بما فيها اعظم دوله في اعظم دوله في 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 في, في العالم راه الحدود المكسيكيه هذه وهذا فهذاك موضوع خاوي انما الموضوع الاصلي هو فهمتك هو العدوان على 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 هذه نتمنوا هذا الفيديو هذا ما يكونش غير فرجه غيكون للعبره على البلازه ديال القضاء وعلى المشكل وعلى القدره اللي عطى الله لهذا السيد هذا باش ما ارتكبش شي جريمه في حق الزوجه ديالو اللي معاه في المشاكل اللي دارت شي افعال جرميه خبيثه اخر كلمه اللي بغيت نقول للسيد المدير العام للامن الوطني السيد المحترم والسيد النزيه والسيد المناسب في المكان المناسب فهمتي كنقول لك السيد عبد اللطيف الحموشي الله يجازيك بخير راه انا تعرضت لواحد الظلم من طرف دائره امنيه اللي عملت الشطط واللي الرئيس ديالها اتصل بيا اصلا وهددني بطريقه غير قانونيه وانا ممكن نعطي لكم حتى التاريخ يعني هذا المكالمه موثقه انه بعد هي ما حصلت وعرفتني غادي نوصل داك الايباد والطابليت الشرطه العلميه والتقنيه مشات للدائره تما واللي عندها فيها الاصدقاء كيتصل بيا كيقول لي واش عندك شي مشكل مع مراتك قلت له كاين ايه قال لي شنو هو قلت له انت اللي اتصلتي بيا قول لي شنو المشكل واش جات على شي مشكل ضربتها ولا سرقتها ولا ما نعرف شنو ولا شنو هذه قال لي جات على ان رجوع البيت الزوجيه هي كتعمل السبه وعندي الشهود وعندي الفيديو باللي انها ملي تفضحت خرج خوات اللي الدار كلها ودات عند شي جيران جابوا كاميون وبعد داكشي ماشا هذه واش رئيس الدائره كيقول لي باللي هي استدعتك على برجوع اش من برجوع البيت الزوجيه انا خليتك في الدار هذيك كلها تحايل شنو بغاو يوصلوني الدائره باش ياخذوا مني الطابليت ويهددوني وياخذوا مني الطابليت والايباد ويطمسوا داكشي باش الامور ما توصلش للايادي اللي هي فهمتي كيفاش وعندي الدليل السيد عبد اللطيف الحموشي هددني بطريقه غير قانونيه فهمتي كيقول لي اما تجي دابا واش كاينه شي حاجه دون سابقه انذار ما خلي لي لا السيد على حتى حاجه بالتليفون وزيدا على ذلك التليفون ماسكي برقم ماسكي
ما طلعنيش حتى الرقم، وانا في الدخول ديالي لمدينه العرائش، فكيف يعقل انا في الدخله ديالي لمدينه العرائش كيقول لي اما تجي دابا او عندك فعلك رفضتي؟ بمعنى شنو رفضت؟ يعني اذا الواحد رفض يمكن انهم كيقدموها النيابه العامه، اذا الشخص فين كيصبح؟ كيصبح في حاله فيه ريشيرشي مبحوث عنه، وانا باري مع من لا بيدي ولا بري. شوف باغي نحطوا عليا تهم، فهمتي كيفاش؟ وكاين حادث اخر وقع لي في المحكمه الزجريه بالدار البيضاء، انني فهمتي كيفاش؟ ان هذا بعد ما دفعت نعم سيدي ديك الدلائل بقيت كنساين من لو 10 جانفي 2020 الى دابا علين تقريبا علين عام واربع شهور كنتسنى الشرطه وما بغاوش يطلعوا النتيجه، حتى مشيت بيدي كنفتش في المحكمه فهمتي، وتكلمت مع نائبه عمات وعندي ما يدل على ذلك، حتى واحد ما يقدر ينكر، انا كل شيء عندي الدلائل ديالو، اللي قال شي حاجه انا ها بسم الله. النائبه ديال وكيل الملك كيتصلوا بالشرطه القضائيه وكيقولوا لها علاش هذا الملف تعطل ديال النتائج ديال الخبره، واش كاينه شي حاجه ديال عام ونص؟ اللهم هذا منكر، فهمتي؟ شهر وانا ماشي جاي، ديك الساعات قررت حتى النائبه ديال وكيل الملك في الاخر قالت لي مشي بيدك وطلب باش تقابل الرئيس ديال الشرطه القضائيه، وداك الشيء اللي عملت، تقابلت مع رئيس الشرطه القضائيه بعد شهر تجري ورمضان هذا اللي فات ومنهار فهمتي والصيام، وقلت له شوف سيد الرئيس انا جيت عندك الله يجازيك بخير فهمتي، انا ما تحسبنيش ماشي كنهدد، انا كنشرح لك الوضع اللي كاين، ان دفعت الايباد والطابليت ديالي للشرطه العلميه والتقنيه عن طريق اليد ديالكم، عطيتهم لكم والنواب ديال وكيل الملك كيقولوا لي باللي الشرطه القضائيه مسؤوله لان عطيتهم لهم، ماشي النائب وكيل الملك ولا وكيل الملك غيخرج يقلب على 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 هذه الشرطه القضائيه، فهمتي واش دارت خدمتها هي هذيك ولا لا؟ المهم دخلت عند الرئيس ديال الشرطه القضائيه فهمتي بلا ما نذكر الاسم ديالو فهمتي، وقلت له شوف دابا اما غادي تجبدوا لي النتائج ديال الخبره اما غادي نمشي عند المديريه العامه ديال الامن الوطني، وهما عارفيني انا ديجا قدمت شكايه بهذه الدائره، هما عارفين كلهم عارفين كتعرف هما صحاب مع بعضهم فهمتي كيفاش؟ ديك الساعات قلت له اما غادي هذا تعطيني تجبدوها لي دابا، شوف ملي ذكرت له غادي نمشي عند السيد الحموشي عبد اللطيف الحموشي، هضرت معاه يوم الجمعه في الساعه الخامسه مساء فهمتي، واذا بي صافي قال لي ديك الساعات غير مشي حنا انا، قال لي بلا ما تمشي للرباط، شوف بيد هيدا قال لي بلا ما تمشي للرباط، قلت له انا كنقول لك راه غادي نمشي عند السي عبد اللطيف الحموشي وغادي نحكي له اللي كاين، قال لي شوف نقول لك واحد الحاجه ارتاح هاك انا كنقول لك بالعباره، قال لي ارتاح بلا ما تمشي للرباط، كانت الجمعه قلت له تسني غنصبح في الرباط، قال لي بلا ما تمشي، قال لي انا غنتكلف لك بهذه، قلت له انني انا قدمت شكايه بكم لان هذا الشيء هذا ما بقاش هذه ما بقاش يعني ما بقاش الوضوح فيه، هذا فيه الشطط واش فهمتي؟ ديك الساعات النهار ديال الاثنين كيبعتوا الخبره نتيجه الخبره للنيابه العامه للمحكمه الزجريه بالدار البيضاء، شوف حتى قلت له راه غادي نمشي نتشكى، ولكن هما هذه ديال الشرطه القضائيه ملي كانوا كيتصلوا بهم النائبات ديال وكيل الملك شنو كانوا كيقولوا لهم؟ شوف الشرطه القضائيه كتكذب على نائبات وكيل الملك وعندي ما يدل على ذلك، واش فهمتي؟ اللي بغى يتحداني فهمتي عندي ما يدل على ذلك، كيكذبوا عليهم الخبره عندهم تما النتيجه ديال الخبره عندهم تما، وهما كيقولوا لهم يا ودي راه هو في الرباط راه ديك الملف ديالو في الرباط ودابا الشغل بزاف، وهادي فاش كنمشي انا ديك الساعات هما ملي صيفطوا هما الدوسي نهار الاثنين شوف في اربع ايام وشوف والسبت والحد ما كاينش الخدمه يعني الويكاند باش تشوف هما عرفوا انهم بلغوا في التماطل، واش فهمت؟ دخلت عند نائب وكيل الملك قال لي ها الخبره هي جات وانا عارف حيت انا قلت لهم اذا هو صيفطها، واش فهمتيني كيفاش؟ واذا بي اتفاجأ شنو قال لي نائب وكيل الملك؟ قال لي باقي ما فرط والو، قال لي هنايا قال لي كي النتائج بانت في شهر 7 شهر 7 اللي فات، شوفوا شوف السي عبد اللطيف حموشي النتائج بانت نهار 7 وهما تاكين على الدوسي من شهر 7 دابا راه تقريبا عام
دابا حنا علاه قربنا من هذه تاكين على الدوسي وعارفيني من الجاليه المغربيه يعني ما كاينش الوقت كيلعبوا لي على العامل ديال الوقت لعل وعسى زعما نمل واش فهمتي وكاذبين على النيابه العامه ما تنساش انه كاذبين على النيابه العامه كيفاش ان الدوسي عندكم والخبره النتائج ديالها طلعت في شهر 7 وانتم مازال كتقولوا لي كتقولوا ان النائبه وكيل الملك انه فرط وانه شغل بزاف ها ملي دخلت عند الرئيس ديال لابي جي وقلت له اما تصيفطوا اما هذه صيفطوا في ظرف ديال هذا واش فهمتي زياده على ذلك شنو مصيفط لي في النتيجه قال لي هما كيقولوا هنا ما لقاو والو اذا شنو غنسميو هذا انا هاد الصور الصور الخالعه اللي طلعت والاوديوات اللي طلعت منين جبتهم هاد السيده الا هي بريئه وهاد الصور هادو حاشاك فهمتي كيفاش يحشم الواحد هذه منين جبتهم فهذا انا اقول من هذا المنبر شطط وديك الساعه جاوبت النائب وكيل الملك قلت له السيد الوكيل قلت له هذا شطط وانا ما غنسكتش على حقي قلت له هذا شطط فهمت قبل ما نقول له هذا شطط دخلت لعند واحد النهار ديال الاثنين كان باقي ما عرف والو قال لي شوف سمع الاوديوات انها كتعترف قال لي هذا بحد ذاته تلبس شوف النائب وكيل الملك شوفوا المسلمين شوفوا حنا في دوله الحق والقانون شوف النائب ديال وكيل الملك كيعترف وكيقول لي ملي سمع الاوديوات قال لي هذا بحد ذاته تلبس وملي سمع وملي شاف التصاور اللي عندي ها هما في التليفون التصاور الخليعه بقى كيشوف قال لي شوف واخا كتبغي تخبع وجهها فهمتي راه باين داك الشيء حاشاك بلا ما نقول لك فهمتي قال لي واش واخا كتبغي تخبع وجهها قال لي هذا بحد ذاته تلبس جا هو قال لي عرفتي شتي هذه راه طايحه هذه قال لي عرفتي اش غدير راجل عندي اثنين ولا الاربعه ثلاث ولا الاربعه واش فهمتي كيفاش باش غندير لها المسطره الاعتقال وهذه واذا به كيتقلب 360 درجه نهار اللي رجعت النهار ديال الاربعاء عنده باش نديروا المسطره السيد بحال اللي حطيتي واحد خور ماشي هو اللي تلاقيته كيف ما شافني قال لي لا شوف عرفتي خصك شي ديك الاوديو ديرهم في واحد السيدي وقدمهم للبوليس لما غادي نقدمهم للبوليس اللي هما اصلا انا تشكيت بهم بالشطاط واش فهمتي وكاين واحد المثل اللي غنختم به ان اينشتاين كان قالوا فهمتي ما تنساوش انني عملت الشكايه وشي ديك السيديات درتهم جوج مرات انا صيفطتهم عطيتهم للبوليس في لو جونفي وعطيتهم من البوليس كذلك في لو موا دو مارس وشوفوا بعد هاد التماطل كامل وهذا الشيء كامل كيقول لي باش نعاود نفس الشيء فهمتي دابا قال لي مشي للكتابه العموميه دير شكايه ليا انا وجيب لي ديك السيديات قلت له السيد الوكيل انا هذه درتها جوج مرات علاش شنو هو الفائده باش غادي نعاود المره الثالثه واش هذا شنو واش هذا الغباء ولا شنو هو هذا واش واخا تسول الدري الصغير يقول لك هذا غباء فهمتي هذا دليل على ان الدوسي الملف موسع عليه صافي وكيقول واحد المثل اللي كيقول اينشتاين اش كيقول لك قال لك الغباء هو ان تفعل الشيء مرتين بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وتنتظر منه نتائج مختلفه وانا كنوجه النداء ديالي سي عبد الطفل الحموشه الله يجازيك بخير حنا معاك والله يحفظك راه هي شي ديك الشرطه العلميه والتقنيه راه هي خربقات الامور وحنا وانا ما عنديش الشك فيك لان مادام سيدنا الله ينصره صاحب الجلاله محمد السادس اللي حنا نحبه تاج فوق راسنا ولولا الملك ديالنا اقسم بالله العلي العظيم يا المغاربه لكنت تشوفوا العجب العجاب فهمتي وهو من اختي السيد عبد اللطيف الحموشي وشكرا لكم ونقدوا ديك الوليدات انا هادشي كامل كنعملو على ديك الوليدات فهمتي على ديك ولاد المغاربه كاملين لجميع المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير وعاش الملك الله الوطن الملك دائما وابدا.